عامر دربيل، ماذا جهزت لنا من دخله؟ والله خالد، الدخله مش تكون تخص الفريق الكبير، الكيان، فريق النادي الافريقي. ماذا يحصل في النادي الافريقي؟ الفريق هذا اللي شخصيا يعني مش نتكلم كمحب للرياضه، معناه فريق خدموا به سياسيا، تغييرات كبيره على مستوى المسؤوليه، تقلبات، اتهامات، فريق يعني مجروح يعني وينزف لسنوات وسنوات يعني عديده. نتصور يعني الثابت والباقي في النادي الافريقي هي جماهير، الجماهير اللي صراحة ما تستحقش الشيء اللي قاعد يصير في النادي الافريقي. نتمنى من المنبر هذا، نتمنى النادي الافريقي يرجع الى سالف يعني عنفوانه، الى سالف انجازاته، ويرجع الفريق المهاب، والفريق يعني اللي ما يبعدش برشا يعني على التتويجات. يعني صراحة يعني رينا لطخات ورينا يعني حاجات قاعدة راسخة يعني حتى في الأذهان، ما زلنا نتفكروا الوليد اللي ما مشاش ياخو كاسكروت وتبرع بفلوسه للكاسة النادي، المرأة اللي ماشية تقضي في الخضرة وما خذتش يعني الخضرة وروحت لدارها بحد شيء وتبرعت للنادي الإفريقي. نتصور الناس هذوما يستحقوا بكل شفافية يعني وبكل موضوعية، يستحقوا يعني إدارة منظمة، يستحقوا ناس تخطط وتبرمج، ويرجع النادي الافريقي للسالف يعني اشعاعه، لانه بصراحه اللي قاعد يصير في النادي الافريقي توا في السنوات الاخيره ما يليقش باسم النادي الافريقي.